متابعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على منصات بنكير وجولة جديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، وكل جديد اليوم الثلاثاء 15 أغسطس. والبداية دوما مع العناوين. المركزي الروسي يرفع الفائدة 350 نقطة أساس بعد هبوط الروبل. الصين تقترب تجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم. التضخم في السعودية تراجع ل 2.3% أبطأ وتيرة في أكثر من عام. مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو تسجل زيادة أكبر من المتوقع. بانكير، نبض البنوك. رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12% اليوم الثلاثاء، في تحرك طارئ يهدف لمحاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين على العلن لتشديد السياسة النقدية. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بعدما تجاوز الدولار عتبة 100 روبل أمس الاثنين بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا ومع زيادة الإنفاق العسكرية. تقترب الصين من تجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023، ونجحت الصين في تجاوز الوباء حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021 وألمانيا في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات. وذكر التقرير أن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفا أن الفرق بلغ في المتوسط حوالي 70,000 سيارة شهرياً في ربع يونيو مقارنة بنحو 171,000 في نفس الفترة من العام الماضي. أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو مقابل 2.7% في يونيو، مسجلاً أبطأ وتيرة في أكثر من عام. كما قالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعني بشكل رئيسي قفزة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات. سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نمواً أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث، ويبقى احتمال حدوث ركود مستبعداً. وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو حزيران إلى 0.3% بدلاً من 2% في التقرير السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة إلى 0.4%، وتلقت مبيعات التجزئة دعماً على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرات وتغطية أخرى. كنت أنا معكم عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.